تعالوا نشوف اخبار الاهلي على السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي النهارده، ونبتدي بالحساب الرسمي للنادي واللي بيقول ان نصر شهر يوليو هو لاعبنا حسين الشحات بمستوى اكثر من رائع، استمر. بصراحه يستحق. حسين الشحات عامل يعني عدد كبير من المباريات المتتاليه بمستوى ثابت مميز، وماشي بشكل جيد جدا جدا ومؤثر جدا جدا، سواء في صناعه اللعب او حتى في الاهداف اللي بيجيبها. فحسين الشحات اصلا لعيب كبير ولعيب بامكانيات قويه جدا جدا وشخصيه مميزه جدا. ممكن كان في فتره كان في دروب بالنسبه لحسين في المستوى، لكن الاهم ان انت كجمهور للنادي الاهلي عارف امكانيات اللعيب بتاعك ايه، فاللي بيبقى منتظر منك دايما انك تسانده وتدعمه. نتيجه المسانده والدعم من اغلبيه جمهور النادي الاهلي لحسين شحات نتيجتها كانت ايه؟ نتيجتها تالق حسين الملفت في المباريات. وبالمناسبه الموضوع ما ينطبقش على حسين بس، ينطبق على اكثر من لاعب. مهم جدا ان احنا دورنا يا جماعه ان لما لعيب يكون مستواه قليل نساعده في ان هو يرجع للمستوى المعهود، لان احنا عارفين امكانيات لعيبتنا بشكل كويس جدا. الوطن سبورت بيتكلموا على ان تفاصيل خضوع 4 لاعبين في الاهلي لفحص طبي. هما هنا بيتكلموا على الاصابات واللي احنا يعني عرفنا تفاصيلها من محمد توفيق زميلنا المراسل قناه النادي الاهلي من شويه. اتكلم على طاهر محمد طاهر، قال الرؤيه هتتضح بشكل اكبر لما نشوف التدريبات، لكن بنسبه كبيره ممكن طاهر يكون موجود في قائمه مباراه الاسماعيلي. متولي اجهاد خفيف في العضله الضمه، هم هنا كاتبين العضله الاماميه، لا هي في العضله الضمه. بدر بنون نتيجه المسحه لسه ما طلعتش، اول ما هتطلع هيشارك في التدريبات باذن الله، تطلع تكون سلبيه باذن الله. وليد سليمان لسه قدامه اسبوع، فده توضيح تاني لحاله اصابات لاعبي النادي الاهلي. تعالى كمان نروح ل حساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا مصدر بالاهلي يلا كوره، ايمن اشرف واكرم جاهزان لمواجهه الاسماعيلي. ايمن كان موقوف الماتش اللي فات بسبب تراكم الانذارات، فبالتالي متاح واكيد هيكون موجود في قائمه المباراه. اكرم توفيق كان موجود في قائمه المباراه اللي فاتت، لكن لسه ما كانش جاهز قوي بسبب ان كان عنده يعني بعض الاضطرابات بسبب الساعه البيولوجيه. بالمناسبه ايمن اشرف كان موجود ايضا على الدكه في المباراه اللي فاتت، اللي قبلها هي اللي كان موقوف. ففي كل الاحوال الاثنين جاهزين ان هم يكونوا موجودين مع الاهلي في قائمه مباراه بعد بكره امام الاسماعيلي. تعالى بقى الخبر ده في اطار بعض الاخبار اللي بتطلع في الفتره الحاليه، وفي اطار محاوله الضغط على الاهلي ومحاوله هز استقرار الفريق في فتره هو بينافس فيها منافسه قويه جدا على بطوله الدوري. فالخبر اللي حضراتكم شايفينه من اليوم السابع مع كامل احترامي وتقديري طبعا للزميل العزيز اللي كتب الخبر ده، كان بيقول لك الاهلي يرفض طرديه محمد الشناوي رغم اغراءات الخليج. طب يا جماعه هنا السؤال، هل محمد الشناوي جاله اي عرض رسمي للنادي الاهلي؟ رقم واحد ما جاش. رقم اثنين، هل في حاله وصول اي عرض رسمي لمحمد الشناوي علشان يمشي من النادي الاهلي اللاعب عايز يمشي؟ اديك انا الاجابه، الإجابة لا، سايب الموضوع للنادي الأهلي. هتقولوا لي يا جماعة أمشي أنا ما عنديش مشكلة، هتقولوا لي أقعد أنا ما عنديش مشكلة خالص، فهو سايب القرار بالنسبة للنادي الأهلي. طيب الحاجة الثالثة، هل الشناوي طلب طردية؟ ما حصلش أبدا، ما طلبش خالص طردية، لكن ممكن في بعض الأحيان بيبقى فيه أخبار استنتاجية، يعني مثلا كان فيها هاشتاجات في السعودية، مثلا النصر والهلال احد فرق الكبار في السعوديه، هاشتاجات للجمهور عايزين الشناوي يجي وبتاع، بما انه طبعا الحارس الافضل في قاره افريقيا وحارس مميز جدا يعني. فبالتالي قال لك ايه، طالما بقى كده يبقى ممكن يكون الناديين دول عايزين الشناوي، فالشناوي لو ما سافرش هيطلب طرديه، والكلام ده اصلا ما حصلش، ده كان حاجه في الخيال لحد دلوقتي ما حصلتش. اخر حاجه عايز اقول عليها ان الشناوي لسه مجدد قريب، الاهلي معدل له عقده ومجدد له عقده، عقده لسه ممتد مع النادي الاهلي. فخبر غير منطقي ومش وقته، معرفش الاهداف من مثل هذه الاخبار. زي خبر امبارح كان معانا من الوطن برضو كان غريب شويه عن قفشه وراتب قفشه وكلام من ده. فانا بصر ان انا اعرض لحضراتكم مثل هذه الاخبار علشان نساعد في يعني ان احنا نغلق تماما مثل هذه الاقاويل في وقت حساس ومهم جدا بالنسبه للفرقه. ماشي، خلينا نروح كمان لخبر اخر، وده من الاهرام حسابه الرسمي على تويتر، وبيقول باوامر الخطيب الحديث عن الصفقات الجديده ممنوع في النادي الاهلي. ده امر معروف وطبيعي جدا، مفيش يعني لو في صفقات اكيد الناس المختصه امير توفيق مدير اداره التعاقدات بالنادي الاهلي بالتنسيق مع لجنه التخطيط بالنادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بشكل مرتب بيبقوا عارفين احتياجات الفريق، لان طبيعي جدا. لا انا ابقى كداب لو قلت لحضراتكم الاهلي مش هيجيب صفقات، لا اكيد هيجيب، بس الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيعلن في الوقت المناسب بعد ما كافه الاجراءات تخلص. ها
هل ده وقت مناسب للاعلان عن اي صفقات؟ ما ينفعش عقل يقول كده. انت الفرقه كلها شغاله معاك والناس كلها في القايمه بتاعتك مميزين جدا كلهم بلا استثناء ومحتاج لكل واحد فيهم. فمش منطقي ان الاهلي يقول مثلا انا بخلص مع فلان او بعمل، مفيش اي حاجه رسمي طلعت على لسان اي مسؤول في النادي الاهلي خالص، كلها تقارير وده امر طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت الحديث عن صفقات هيكون ليه وقته، وكل واحد شغال في تخصصه في النادي الاهلي. لما تنتهي حاجه بشكل رسمي يتم الاعلان عنها وده امر مؤكد. حساب يلا كوره اخر خبر معانا في ترند الاهلي، وبيقول لك رسميا تاجيل مباراه كاس السوبر الافريقي لكره اليد بين الزمالك والاهلي والتي كان مقررا لها 18 اغسطس في القاهره، الموعد سيحدد لاحقا. ويعني في اعتقادي الموعد ده هيكون في شهر 9 على اقصى تقدير، لان كاس العالم للانديه هتكون في شهر 10 في السعوديه، فخلاص مش هيكون في وقت، هم اجلوا من شهر 8. هنشوف الميعاد الجديد هيكون ايه، هيتم الاعلان عنه بكل تاكيد.